بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في أول الليل مائل البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب البلاد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، خصوصا أن النهاردة درجة الحرارة العظمى في القاهرة 29 وأسوان بقت 33، فدي أرقام يعني درجات حرارة جيدة جدا في هذا التوقيت من العام. بالفعل يمكن احنا خلال هذه الأيام بنعيش أجواء خريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، استمرار تراجع لقيم درجات الحرارة في أغلب المحافظات، ويعتبر ده المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة. احنا خلاص في شهر 10 أو بنبدأ خلاص شهر 10، بدأ كمان في منتصف شهر 10، فالمعدلات المناخية بتنخفض في الوقت ده. كمان مصادر الكتل الهوائية يمكن ده السبب في انخفاض قيم درجات الحرارة، معظمها معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. وجود كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل بشكل كبير على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار فترات النهار، وده في معظم محافظات الجمهورية، فده بيساعد كمان على انخفاض قيم درجات الحرارة. زي ما حضرتك ذكرتي العظمى فترة النهار في القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، هنلاقيها في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 28 و26 درجة مئوية. حتى محافظات الصعيد اللي كانت بتسجل قيم درجات حرارة بتوصل ل 38 و39 عظمى فترة النهار ما بين 33 و34 درجة مئوية. فبالتالي أجواء فترة النهار أجواء خريفية، نقدر نقول مائلة للحرارة في المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى، حارة في المحافظات الجنوبية اللي هو جنوب الصعيد وشمال الصعيد طبعا ومناطق من جنوب سيناء، ده بيكون في فترة النهار كمان مع وجود أشعة الشمس. التحسن الكبير كمان في الأحوال الجوية وإحساسنا أكثر بالانخفاض بيكون فترة الليل، لأن مع غياب أشعة الشمس بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة. صغرى فترة الليل بدأت تتراوح من 22 ل 20 درجة مئوية فترة الليل، وخاصة كمان في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. يعني إحنا في أول فترات الليل الأجواء معتدلة بشكل كبير، بنيجي فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر بنحس ببعض البرودة وأجواء مائلة للبرودة في أغلب المحافظات، خاصة كمان هنلاقيها في المدن الجديدة بشكل كبير، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراء بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد. لو بصينا هنلاقي الصغرى فترة الليل متوقعة ما بين 17 و16 درجة مئوية خلال فترة الليل. بالإضافة كمان إن اليوم طبعا متوقع إن هيكون في نشاط للرياح في بعض المناطق الشمالية، نشاط الرياح اللي هيكون موجود ده هيخلينا كمان نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة في فترة المساء وساعات الليل، لكن هو سرعته مش عالية بشكل كبير، يعني هي بتتراوح من 30 ل 35 كيلومتر على الساعة. بس وطبعا ده هيزود إحساسنا ببرودة الطقس بالليل. طبعا هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة في فترات الليل وساعات المساء، بالإضافة كمان مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة أكيد هيكون معانا فرص لسقوط الأمطار. هي إلى الآن فرص سقوط الأمطار غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، لكن مكملة معانا في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على المناطق الموجودة في سواحلنا الشمالية الشرقية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، خفيفة في السواحل الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، مش هتمتد للمحافظات الداخلية، لكن هي في مقبلها أيضا في المحافظات الساحلية بتخليهم يحسوا بالأجواء الخريفية مش مؤثرة تماما. كمان الأحوال الجوية اللي فيها درجات حرارة معتدلة بشكل كبير فترة النهار أو فترات الليل متوقع استمرارها معنا كمان على مدار الأسبوع اللي جاي، يعني مش هنلاقي أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة الأسبوع اللي جاي. متوسط قيم درجات حرارة ما بين 29 ل 30 درجة مئوية، ويمكن 30 درجة مئوية دي مش هنسجلها غير في يوم واحد بس في الأسبوع اللي جاي، فأجواء خريفية بامتياز كمان على مدار الأسبوع اللي جاي. الشبورة المائية يمكن مش موجودة معانا النهاردة بشكل مؤثر، لكن لسه كمان موجودة معانا الأيام اللي جاية إن شاء الله، وبتأثر في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. يعني احنا بنقول الأحوال الجوية مستقرة والأجواء الخريفية موجودة معانا، لكن لازم نخلي بالنا من فروق قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل.
أكيد. دايما هنلاقي فترات النهار موجود أشعة شمس، حتى لو في انخفاضات في دفء وفي اعتدال، فترات الليل فيها برودة، وخاصة احنا عندنا يعني صداع كبير بيخرج فترة الصباح الباكر الطلبة وهم رايحين المدارس. فمهم جدا في الوقت ده واحنا خارجين لازم الملابس تكون ملابس خريفية، جاكيت خفيف معنا واحنا خارجين تجنبا لنزلات البرد. القيادة طبعا تكون بهدوء تام فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، ونستمر طبعا اكيد في المتابعه الجيده للنشرات الجويه، لان في الخريف وارد جدا التنبؤات الجويه اللي احنا بنقولها تحصل اي تغيرات تغير بشكل سريع. علشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي، وهيئه الارصاد الجويه بنتابع معاكم بشكل يومي علشان نطمن عن حاله الطقس. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 29 الصغرى 22، العاصمه الاداريه 30 21، اسكندريه 28 20، العامين الجديدة 27-19، مطروح 26-18، دمياط 28-23، بورسعيد 28-24، إسماعيلية 30-20، السويس 29-21، العريش 28-18، كاترين 24-13، طابة 28-22، حلايب 30-23، شلاتين 33-25، شرم الشيخ 31-24، الغردقة 32-23، الفيوم 29-20، بني سويف 30-20، الوادي الجديد 32-19، أسيوط 31-18، سوهاج 31-17، قنا 32-20، الأقصر 32-21، وأخيرا أسوان 33-22. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن ناخد بالنا جدا إن في انخفاضات ملحوظة يمكن في درجات الحرارة من فرق كمان ما بين النهار وساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. نخلي بالنا يعني نلبس جاكيت خفيف علشان ما نتعرضش لأدوار البرد.